안녕하십니까. 아살람 알레이쿰 워라흐마툴라히 워바라카투. 알리옴 사나드루스 알무하다라 라비아 민 임티한 토픽 와헤드 وسندرس في محاضرة اليوم أولاً في الاستماع سندرس كيف نختار الرد المناسب على جملة التحية مثلاً أو المصطلحات المستخدمة قبل وبعد الأكل وغيرها من المصطلحات وثانياً سنختار الصورة المناسبة التي تناسب الحوار وبالنسبة للقراءة فسندرس اليوم كيف نختار الجملة التي تتناسب مع موضوع النص وسياقه وثانياً سنختار أداة الربط المناسبة لموضوع النص مثل مثلاً أميون وأنيكا وكونا هذا بالنسبة لملخص ماذا سندرس اليوم 보기 맛있게 드세요 إذن لنبدأ مع المثال أولاً المثال 보기 맛있게 드세요 هذه الجملة ويجب أن نختار إجابة لهذه الجملة إذا مرة أخرى 맛있게 드세요 هذه الجملة بالنسبة للكلمات الموجودة في هذا السؤال أولا لدينا كلمة 미안합니다 أنا آسف أو آسف ثانيا 감사합니다 شكرا الكلمة الثالثة 안녕히 가십시오 مع السلامة ويقولها الشخص الذي سيبقى في المكان 안녕히 가십시오 اذهب بسلام أو بأمان مع السلامة الكلمة الرابعة أو العبارة الرابعة 만나서 반갑습니다 أنا سعيد بلقائك أو سررت بلقائك والكلمة الأخيرة 처음 뵙겠습니다 فرصة سعيدة هذا بالنسبة لمعلومات أو كلمات المثال بالنسبة للإجابات أولا السؤال كان أو العبارة كانت 맛있게 드세요 맛있게 يعني بلذة أو أتمنى أن تتناول بلذة إذن تناول طعامك جيدا الإجابة يجب أن تكون أولا واحد 좋겠습니다 أتمنى أن مثلا اثنان 모르겠습니다 لا أعرف ثلاثة 잘 지냈습니다 أنا بخير أو أنا أمضيت وقتا جيدا وأربعة 잘 먹겠습니다 سأكل جيدا لو ترجمنا حرفيا أو شكرا على الدعوة تال بوكسينيدا إذن الإجابات هنجدب أربعة تال بوكسينيدا 6번 저 주말에 부산으로 여행 가요 مرة أخرى إذا نظرنا إلى الكلمات بالنسبة للسؤال الرقم 6 الآن سننتقل إلى سؤال رقم 6 6번 رجل ومرأة يتحاوران الرجل يقول 저 주말에 부산으로 여행 가요 저 주말에 부산으로 여행 가요 سأذهب إلى بوسان في رحلة في عطلة نهاية الأسبوع أو في الإجازة ماذا ستقول المرأة؟ المرأة لدينا أولا الخيارات التالية 괜찮아요 لا بأس 괜찮아요 اثنان 죄송해요 أنا آسف ثلاثة 잘 다녀오세요 잘 다녀오세요 وأربعة 잘 부탁드려요 من فضلك أو سأطلب خدمتك مثلا ننتقل الآن إلى كلمات النص بالنسبة لكلمات السؤال أولا لدينا كلمة 괜찮아요 لا بأس أو لا مشكلة الكلمة الثانية 죄송해요 أنا آسف الكلمة الثالثة 잘 다녀오세요 잘 يعني جيدا 다녀오세요 اذهب وارجع بالسلامة اذهب وارجع جيدا الكلمة التالية 다녀오다 يذهب ويرجع الكلمة الأخيرة 잘 부탁드려요 يعني عندما تستخدم عندما يكون لدي طلب أو خدمة من شخص معين وسأقول له من فضلك أو رجاء أتمنى أن تساعدني إذن هذا بالنسبة للكلمات وبالعودة إلى السؤال السؤال 저 أنا 주말에 في عطلة نهاية الأسبوع 부산으로 여행 가요 سأذهب في إجازة إلى 부산 الإجابة إذن يجب أن تكون عندما يوجد شخص مسافر أو شخص يذهب في رحلة يجب أن نقول 잘 다녀오세요 إذن 정답 ثلاثة 잘 다녀오세요 ننتقل إلى الأمثلة ونقرأ الأمثلة 늦어서 죄송합니다 أنا آسف لأنني تأخرت 괜찮습니다 لا بأس لا مشكلة الجملة التالية 왜 이렇게 늦었어요 لماذا تأخرت هكذا 죄송해요 أنا آسف
إذن نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية. الجملة الثالثة: 김창호 씨, 이분은 제 친구입니다. هذا الشخص هو صديقي. 좀 도와주세요. لو سمحت ساعده. 좀 도와주세요. 잘 부탁드려요. سأطلب منك خدمتك لو سمحت. شكرا لك. 15번. 무거우시죠? 제가 도와드릴까요? 감사합니다. 문 좀 열어주시겠어요? ننتقل إلى السؤال التالي. السؤال التالي من الاستماع هو كيف نختار الكلمة المناسبة للصورة؟ الموضوع سنعطيكم موضوع معين أو نقرأ لكم موضوع معين ويجب أن تختاروا الصورة المناسبة. رجل ومرأة يتكلمان. الرجل يقول 무거우시죠? 무거우시죠? 제가 도와드릴까요? المرأة تقول 감사합니다. 문 좀 열어주시겠어요? 문 좀 열어주시겠어요? بالنسبة للقواعد المذكورة في هذا السؤال، أولاً لدينا كلمة 무겁다. 무겁다 ثقيل. 무겁다 والصيغة الاحترامية من هذه الكلمة 무거우시다. 무거우시다 هذه الصيغة الاحترامية. إذا أضفنا لهذه الكلمة 무거우시죠 جو تعني أليس كذلك 무거우시죠 مثلاً لو لدينا كلمة 예쁘다 예쁘죠 예쁘죠 مثلاً إذن أليس كذلك هذا معنى هذه الكلمة إذن مرة أخرى 무겁다 والصيغة الاحترامية 무거우시다 وإذا أضفنا جو إذن أليس كذلك 무거우시죠 هذا شيء ثقيل أليس كذلك الكلمة التالية 도와드릴까요 도와드릴까요 도와주다 도와주다 يعني يساعد شخص آخر 도와주다 도와드리다 هي الصيغة الاحترامية من هذه الكلمة صيغة احترامية 도와드리다 يقدم المساعدة لشخص أكبر مني أو لا أعرفه الكلمة التالية 을까요 هل أفعل هذا لكم مثلا 갈까요 هل نذهب 도와드릴까요 هل أساعدك الكلمة التالية 좀 아오 주시겠어요 هل مثلا هل فعلت هذا لو سمحت 좀 도와주시겠어요 좀 문을 열어주시겠어요 هل تفتح لي الباب لو سمحت هذا بالنسبة للقواعد وبالعودة إلى السؤال لدينا أولا الحوار مرة أخرى لو نظرنا إلى الحوار 무거우시죠 هذا الشيء الذي تحملينه مثلا صندوق ثقيل 도와드릴까요 제가 도와드릴까요 هل أساعدك المرأة تقول 감사합니다 شكرا 문 좀 열어주시겠어요 هل فتحت الباب لي إذن المرأة والرجل في الخارج وهو هي تريد من الرجل أن يساعدها في فتح الباب إذن الإجابة الصحيحة كما تشاهدون في الصورة هي رقم 2 تونغداب 2 هذا السؤال هو سؤال شيب أوبان رقم 2 الإجابة الصحيحة نقرأ الأمثلة إذا قرأنا الأمثلة أولا لدينا مثال قلنا 무겁다 وطب다 뜨겁다 لو أضفنا كلمة 시죠 سيصبح السؤال أليس كذلك مثلا 더우시죠 더우시죠 창문을 열어드릴까요 الجو حار أليس كذلك هل أفتح الشباك لك العبارة الثانية أو الجملة الثانية 도와주다 وصيغة الاحترام 도와드리다 لذلك نقول مثلا 바쁘시죠 바쁘시죠 도와드릴까요 أنت مشغول أليس كذلك هل تريد مساعدة هل أساعدك والجملة الأخيرة 좀 아오 주시겠어요 창문을 좀 열어주시겠어요 هل فتحت النافذة أو الشباك من فضلك يرجدا يلدا فتح يرجدا يفتح لي 16번 잠깐만요 손님 여기 전화기 놓고 가셨어요 어머 그래요? ننتقل الآن إلى السؤال السادس عشر من الاستماع 16번 السؤال السادس عشر
نفس الشيء أمامنا أربعة صور ورجل ومرأة في مكان ويجب أن نختار الصورة الصحيحة. الرجل يقول 잠깐만요 손님 여기 전화기 놓고 가셨어요. 말을 어그라 잠깐만요 손님 여기 전화기 놓고 가셨어요. المرأة تقول أمو كريو. نعم. إذن الآن ننتقل إلى القواعد والكلمات المذكورة في هذا النص. أولا بالنسبة للقواعد نوكو كادا. نوكو كادا ترك شيء في مكان، تركه وذهب أو نسيه في هذا المكان. ثانيا الكلمة الثانية مثلا بيدال أجوشيغا، هذا مثال على هذه الكلمة. بيدال أجوشيغا 우리 집 앞에 우유병을 놓고 갔어요. ترك موظف التوصيل زجاجة الحليب أمام بيتي. 놓고 갔어요. ترك. الكلمة التالية 어머 أو 어머나 يا إلهي، نستخدمها عند المفاجأة عندما أتفاجأ. الكلمة التالية 잠깐만요 أو 잠시만요 لحظة من فضلك. الكلمة التالية 전화기 أو 핸드폰 أو فون، وهذه الكلمات تعني هاتف أو جوال أو موبايل. والكلمة الأخيرة صنّم، صنّم ضيف. بالنسبة للجملة أو السؤال، لنقرأ السؤال مرة أخرى. الرجل يقول تم كم منيو لحظة صنّم لو سمحتي، يعني أيتها الزبونة لحظة. يوغي تاناغي دوكو كاشاستايو، لقد تركت الموبايل هنا، نسيت الموبايل وذهبت. المرأة تقول أومو كريو، يا إلهي حقا. إذن الصورة المناسبة هي الصورة الرابعة كما ترون، تشونغداب صورة رقم أربعة، لأنها كانت تهم بالخروج، تريد أن تخرج من المقهى وهو يعطيها الموبايل. إذن تشونغداب أربعة. الآن سننتقل إلى القراءة إلكي، وسندرس رقم 49، سؤال 49. ساشيب كوبان. نقرأ أولاً النص، أمامنا نص ويجب أن نختار الجملة التي ستدخل في الفراغ أو التي المناسبة للفراغ في هذا النص أو هذه الفقرة. نقرأ الفقرة أولاً. 학교 앞에 새 카페가 문을 열었습니다. 이 카페는 فراغ 손님이 마시고 싶은 차를 준비해서 마시고 컵도 직접 씻습니다. 차를 마신 후에 차 값은 돈 놓는 곳에 내면 됩니다. 이 카페는 편하게 오래 앉아 있을 수 있고 값도 사서 인기가 많습니다. إذن هذه هي الجملة. الجملة تتحدث حول، سنرى بعد قليل عن ماذا تتكلم هذه الفقرة أو هذه الجملة. أولاً سندرس القواعد. بالنسبة للقواعد فهنا لدينا قواعد كثيرة ولكن ليست صعبة. أولاً إيغا بيولو أوبتا، لا يوجد كثيراً. إيغا بيولو أوبتا. ثانياً شيغاني بيولو أوبسمنيدا، مثلاً شيغاني بيولو أوبسمنيدا، لا يوجد وقت كثير. القاعدة الثانية مونيل يولدا. مونيل يولدا حرفيا معنى هذه الجملة نفتح الباب لمكان معين، نفتح الباب، ولكن عادة نستخدمها في كوريا لمكان يفتح أبوابه، يعني فتح جديدا أو ساعات عمل هذا المكان. مثلا 우리 집 앞에 새 카페가 문을 열었어요. فتح مقهى جديد أمام بيتنا. فتح مقهى جديد أبوابه أمام بيتنا. الجملة الثانية 은행은 9시부터 4시까지 문을 열어요. البنك يعمل أو يفتح أبوابه من الساعة 9 حتى الساعة 4. الجملة الثالثة أو القاعدة الثالثة 직접 하다، يقوم بشيء بشكل مباشر أو بنفسه. مثلا 차를 마신 후 직접 컵을 씻습니다. بعد أن أشرب الشاي أو بعد أن شربت الشاي غسلت الكوب بنفسي، أغسل الكوب بنفسي. الجملة الأخيرة إنكيغا مانسمنيدا، إنكيغا مانتا يعني مشهور أو شعبيته كثيرة، شيء شعبيته كثيرة. مثلا إي غاسونن إنكيغا جمال مانسمنيدا، هذا المطرب أو هذا المغني شعبيته حقا كثيرة أو كبيرة ومشهور جدا.
بالانتقال إلى قراءة السؤال مرة أخرى، سنقرأ السؤال بسرعة مع ترجمة بسيطة للكلمات المهمة. 학교 앞에 أمام المدرسة 새 카페가 مقهى جديد 문을 열었습니다. فتح أبوابه. 이 카페는 فراغ. ثم 손님이 마시고 싶은 차를 الشاي الذي يريد أن يشربه الزبون 준비해서 يحضره 마시고 ويشربه 컵도 직접 씻습니다. ويغسل الكوب 직접 بنفسه. 차를 마신 후에 بعد شرب الشاي 차 값은 ثمن الشاي 돈을 놓는 곳 مكان وضع النقود 에 내면 됩니다. يمكنك أن تدفع في مكان وضع النقود. 이 카페는 편하게 بشكل مريح في هذا الكافيه أو في هذا المقهى 편하게 오래 앉아 있을 수 있고 يمكن أن تجلس لمدة طويلة في هذا المقهى بشكل مريح. 값도 싸서 والسعر أيضا رخيص لذلك 인기가 많습니다. شعبيته كبيرة. هذا بالنسبة لتحليل السؤال. الآن إذا قرأنا نفس السؤال ولكن فقط باللغة العربية، أولا فتح مقهى جديد أبوابه أمام المدرسة. في هذا المقهى لا يوجد موظفين حيث يجهز الزبون الشاي الذي يريده ويشربه ويغسل الكوب بعدها بنفسه. وبعد شرب الشاي يمكن دفع ثمن الشاي في مكان وضع النقود. يمكنك الجلوس في هذا المقهى بشكل مريح ولمدة طويلة وسعره رخيص لذلك لديه شعبية كبيرة. هذا حل السؤال أو تفسير السؤال وترجمته. بالنسبة للسؤال، السؤال هو لدينا جملة وهذه الجمل وهذه الجمل يجب أن نختار منها الجملة الصحيحة التي سنضعها في الفراغ. الآن أمامنا أربع خيارات سنقرأها ونترجمها. الخيار الأول 손님이 별로 없습니다. لا يوجد زبائن كثيرا. هذه الإجابة طبعا خطأ لأن النص يقول أنه مشهور، هذا مقهى أو مكان مشهور. ثانيا 친절한 직원이 있습니다. يوجد موظف لطيف، وهذا ليس مذكور أيضا في السؤال. 이라는 사람이 없습니다. لا يوجد شخص يعمل في هذا المكان. 4. 주인이 차를 직접 만듭니다. 주인 يعني المالك، مالك المقهى هو من يصنع الشاي بنفسه، وهذا خطأ أيضا لأن السؤال كان أنك أنت بنفسك تصنع الشاي. لذلك بالعودة إلى السؤال، مكان وضع هذه الجملة هو 이 카페는 في هذا المقهى لا يوجد 이라는 사람이 없습니다. لا يوجد شخص يعمل. لماذا؟ إذا قرأنا الجملة التالية 손님이 마시고 싶은 차를 준비해서 마시고 컵도 직접 씻습니다. الكلمة السحرية كما نقول هنا، الكلمة المميزة هي كلمة직접 مباشرة. الزبون هو من يحضر كل شيء مباشرة. إذن في هذا المقهى لا يوجد موظفين. إذن 정답 رقم 3 이라는 사람이 없습니다. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني أو التالي من القراءة وهو سؤال رقم 50. نفس السؤال ولكن نفس المحتوى ولكن السؤال آخر وهو رقم 50 رقم 50. يجب أن نختار ما هو أو ما هي الجملة المناسبة لمحتوى هذا النص. أولا 이 카페는 오래되었습니다. 오래되다 هذا المقهى هو يعني موجود لمدة طويلة، وهذا خطأ لأن السؤال يقول 문을 새 카페 문을 열었습니다. 새 카페 مقهى جديد، خطأ. الكلمة التالية 카페의 차 값은 싸지 않습니다. سعر القهوة أو الشاي ليس رخيص، وهذا أيضا خطأ لأن في نهاية الجملة أو في نهاية الفقرة قال 값도 싸서 السعر أيضا رخيص 인기가 많습니다. إذا خطأ. 3. 손님은 차를 주문하고 기다립니다. الضيف أو الزبون يطلب الشاي أو الشاي الذي يريد أن يشربه وينتظر، وهذا أيضا خطأ لأنك يجب أن تحضر المشروب بنفسك. وأخيرا 4. 이 카페는 편안해서 사람들이 좋아합니다. هذا المقهى مريح. 편안하다 مريح، لذلك يحبونه الناس، يحبه الناس. إذن الجواب 정답 رقم 4 هذا المقهى مريح ولذلك يحبه الناس. ننتقل الآن من القراءة إلى رقم 53.
رقم 53 53번. نقرأ أولا النص ونفس الفكرة طبعا يجب أن نستخرج من هذا النص الجملة المناسبة التي نضعها في هذا النص أو الفقرة. نقرأ أولا 저와 제 여동생은 같은 날 태어났습니다. 우리는 얼굴이 아주 비슷합니다. 머리색과 머리 모양도 같습니다. 또 정바지와 흰색 티셔츠를 좋아하는 것도 똑같습니다. 그리고 둘 다 작은 일에도 잘 웃습니다. 그래서 많은 사람들이 파라 동생으로 생각합니다. بالنسبة لكلمات هذا السؤال هناك الكثير من الكلمات هنا والكثير من القواعد ولكن إن شاء الله لن تكون صعبة. نفسرها معا. أولا بالنسبة لتفسير السؤال 저와 제 여동생 같은 날 في نفس اليوم 태어났습니다 ولدنا في نفس اليوم أنا وأختي الصغيرة 여동생 أختي الصغيرة 우리는 얼굴이 아주 비슷합니다 نحن لدينا وجهانا متشابهان بيستدا متشابهان موري سك و موري مويان موري سك لون الشعر و موري مويان شكل الشعر أو ستايل الشعر كاسمنيدا تو كاسمنيدا نفس الشيء تو وأيضا تنباجي و هينسك تيشيرتل يعني الجينز والقميص الأبيض أيضا نحن تواهانن غوتو تقسمنيده محبتنا للتيشيرت أو حبنا للتيشيرت والجينز نفس الشيء القميص الأبيض والجينز نفس الشيء 그리고 둘 다 كلانا 작은 일에 في الأمور الصغيرة 잘 웃습니다 نضحك حتى في الأمور الصغيرة إذن كلاهما بشوشين أو بشوشتين 그래서 많은 사람들이 الكثير من الأشخاص فراغ 동생으로 생각합니다 생각하다 يعني يعتقد يعتقدون أنني أختي هذا بالنسبة لتحليل السؤال الآن إذا قرأنا مرة أخرى السؤال بترجمة إذا ترجمنا مرة أخرى هذا السؤال سنقرأه كما يلي ولدت أنا وأختي الصغيرة في نفس اليوم وجهانا متشابهان كثيرا لون شعرنا نفس الشيء وشكله أيضا وكلانا نحب البنطال الجينز والقميص الأبيض وكلانا نضحك حتى على الأمور البسيطة لذلك إذا رآني الكثير من الأشخاص يعتقدون أنني أختي الصغيرة هذا بالنسبة للترجمة بالعودة للقواعد نفسر أو نشرح القواعد أولا كاتن ري تيونا دا ولد في نفس اليوم ثانيا إيغا بيستادا يتشابه إيغا بيستادا متشابه ثلاثة إيغا كاسميدا أو تارمنيدا العكس إيغا كاسميدا نفس الشيء يعني A و B نفس الشيء أو تارمنيدا مختلفان الكلمة التالية أو العبارة التالية تولدا كلاهما تولدا شخصين أو شيئين ثم كلمة رو سنغكادا يعتقد أن يعتقد أنه أو أن شيء هذا الشيء ماذا والكلمة التالية وهي القواعد المهمة في هذا النص في الواقع وهي تورل باسو باسو بسبب رؤيتي أو لرؤيتي الكلمة التالية تورل بوميان إذا رأوني عندما يروني وثم الخيار الثاني الثالث عفوا تورل بوغونا إذا رأوني أو بوغونا أو وأخيرا تورل بونيكا بسبب رؤيتي أو بعد رؤيتي عادة هنا يوجد نتيجة بعد النتيجة يوجد يعني بونيكا تورل بونيكا يوجد هنا نتيجة لرؤيتهم لي هذا بالنسبة للقواعد بالانتقال إلى السؤال مرة أخرى بالنسبة للسؤال لنشاهد فقط الجملة الأخيرة التي تحتوي على الإجابة 그리고 둘 다 작은 일에도 잘 웃습니다 그래서 많은 사람들이 الجواب 저를 보면 إذا رأوني 동생으로 생각합니다 يعتقدون أنني أختي لماذا؟ لأننا متشابهان كثيرا أو متشابهتان كثيرا إذا الإجابة 저를 보면 정답 إثنان 저를 보면 نقرأ الأمثلة المثال الأول
저는 을을 봐서 저는 선생님을 봐서 행복했습니다. كنت سعيدا لأنني رأيت الأستاذ. رقم 2 보면 아기가 저를 보면 행복합니다. إذا رآني الطفل إذا رآني 보면 يشعر بالسعادة. 저를 보거나 أو 나 보거나 أو 어머니는 저를 보거나 동생을 볼 때 행복합니다. أمي عندما تشاهدني أو تشاهد أخي الصغير تشعر بالسعادة. وأل를 보니까 옛날 친구를 보니까 학교 생각이 났어요. هنا أيضا سبب ولكن الاختلاف هنا في الجملة الثانية الجزء الأخير من الجملة حيث هنا يجب أن نقول옛날 친구를 보니까 لرؤيتي أو بسبب رؤيتي صديقي القديم تذكرت أيام المدرسة. إذن النصف الثاني نتيجة والنتيجة مهمة في هذا النوع من الجمل. أخيرا أرو سنغكدا يعتبر أو يعتقد أن أمّا إيموغا ماني تلماسو إيمورول بوميون أمّارو سنغكيو يشبه شكلها تلمطة يشبه. لذلك عندما أقابل أمي وخالتي أو عمتي تتشابهان كثيرا. لذلك عندما أراهما عندما أرى عمتي إذا رأيت عمتي أشعر أو أعتقد أنها أمي. هذا بالنسبة للأمثلة. ننتقل إلى سؤال رقم 54 وشيب سابون سؤال 54 نفس السؤال ولكن نفس النص عفوا ولكن سؤال جديد. السؤال هو أننا يجب أن نختار الجملة المناسبة لمحتوى النص الذي قرأناه قبل قليل. إذن نقرأ الجمل ونترجمها. 저와 요동생은 잘 웃지 않습니다. 잘 웃지 않다. لا نضحك. نحن لا نضحك. أنا وأختي الصغيرة لا نضحك كثيرا. وطبعا هذا خطأ لأنهما يضحكان كثيرا. 2 توا يودونسينغن موري سكاري تارمنيدا. أنا وأختي الصغيرة لون شعرنا مختلف. وهذا أيضا خطأ لأنه قال نحن لدينا أو قالت لدينا نفس لون الشعر ونفس شكل الشعر أيضا. 3 توا يودونسينغن تيونان ناري كاسمنيدا. أنا وأختي ولدنا يوم ولادتنا هو نفس الشيء. ولدنا في نفس اليوم. وأخيرا 저와 요동생은 청바지를 잘 입지 않습니다. أنا وأختي الصغيرة لا نلبس البنطال الجينز. 잘 입지 않다 لا نلبس. وطبعا هذه الجملة أيضا خطأ لأنه قالت أننا نحب البنطال الجينز والقميص الأبيض. إذن الإجابة الصحيحة هي رقم 3. 저와 요동생은 태어난 날이 같습니다. أنا وأختي ولدنا في نفس اليوم. إذن정답 رقم 3. بالانتقال إلى رقم 55 وشيب أوبون من القراءة. لدينا الآن نص لذيذ ومختلف قليلا وهو يتحدث عن الطعام الكوري. لنقرأ هذا النص معا ثم نحل الأسئلة. النص يقول 떡볶이는 종류가 많습니다. 보통 우리가 먹는 떡볶이는 맵지만 정통 떡볶이는 맵지 않습니다. 고추장을 넣지 않고 간장으로 만들기 때문입니다. 와 فراغ 매운 것을 못 먹는 아이들이나 외국인도 먹을 수 있습니다. 또 소고기와 여러 가지 채소가 들어 있기 때문에 맛도 좋고 건강에도 좋습니다. النص طويل قليلا ولكن سنفسره الآن معا. وكما ترون هناك صورة توكبوكي اللذيذ أيضا لذلك سنفسر النص ونجيب على السؤال مباشرة. بالنسبة لتفسير النص أولا أو حل السؤال نقرأ معا. 떡볶이는 종류 종류 أنواع أو نوع 많습니다. 종류가 많다 أنواعه كثيرة. 보통 عادة 우리가 먹는 떡볶이는 التوكبوكي الذي نأكله عادة مبجمان حار ولكن 정통 떡볶이는 التوكبوكي التقليدي. 정통 يعني تقليدي. مبجي 않습니다 ليس حار. 지 않습니다 ليس. 고추장 صلصة الفلفل 고추장을 넣지 않고
놓지 않다. 라나다 알 살사트 풀풀 알 하르. 간장으로 살사트 아소야. 간장으로 만들기 때문입니다. 리안나나 나스나우후 민 살사트 아소야 فقط. 파라 매운 것을 못 먹는 아이들이나 الأطفال الذين لا يستطيعون أن يأكلوا الطعام الحار أو ويجوجين الأجنبي دو أيضا موجود في السمنيدا يستطيعون أن يأكلون هذا الطعام تو سوغوغي لحم البقر سوغوغي و يوروغاجي العديد من تشيسو الخضار يوروغاجي تشيسوغا ترو إكي تيموني يدخل أو يحتوي على تروغادا 맛도 좋고 طعمه جيد 건강에도 좋습니다. وهو جيد أيضا للصحة أو مفيد للصحة 건강에 좋다 جيد للصحة. هذا بالنسبة لتحليل السؤال. الآن إذا قرأنا السؤال بدون اللغة الكورية مترجم فقط باللغة العربية. أنواع التطبوكي أو كعكة الأرز الحارة كثيرة. التطبوكي الذي نأكله عادة حار ولكن التطبوكي التقليدي ليس حارا لأننا نصنعه من صلصة الصويا ولا نضع صلصة الفلفل الحار لذلك يستطيع أن يأكله الأطفال أو الأجانب الذين لا يستطيعون أكل الطعام الحار وأيضا يحتوي على لحم البقر والعديد من الخضروات لذلك طعمه جيد ومفيد للصحة. هذا إعلان مثل قليلا مثل إعلان لطعام التوكبوكي ترويج لهذا الطعام. هذا بالنسبة لترجمة هذا النص. بالانتقال للقواعد أولا لدينا قاعدة إنن تونيوغا مانتا أنواعه كثيرة مثلا كيمتشينن تونيوغا مانسيمنيدا أنواع الكيمتشي كثيرة. اثنان تيمان ولكن مثلا توكبوكينن مبتيمان كيمبابن مبتي عنسمنيدا التوكبوكي حار ولكن الكيمباب ليس حار. ثلاثة كيتيموني بسبب كي تيموني بيمبابن بيبيمبابن كوتشوجانغل نوكي تيموني مبسمنيدا البيبيمباب أو الأرز المخلوط حار لأننا نضع أو بسبب وضع صلصة الفلفل الحار. وأخيرا إلسو إتا إلسو إتا يستطيع أن مثلا 저는 외국인이지만 매운 것을 먹을 수 있다 أنا أجنبي ولكنني أستطيع أن آكل طعام حار 먹을 수 있다 أستطيع أن. إذن هذا بالنسبة للقواعد. وأيضا يوروغاجي العديد من يوروغاجي بلس طبعا اسم يوروغاجي مثلا كيمشيينن يوروغاجي تشيسوغا ترو إسمنيدا يدخل الكثير من الخضروات العديد من الخضروات في الكيمتشي. القاعدة التالية ترو إتا يحتوي على إي بيزاينن تويجي غوغيغا ترو إسمنيدا. هذه مشكلة لكثير من الأصدقاء العرب في تناول الطعام أحيانا إي بيزاينن تويجي غوغيغا ترو إسمنيدا يدخل لحم الخنزير في هذه البيتزا أو تحتوي البيتزا على لحم الخنزير. الكلمة التالية إي توتا ودي اي توتا مثلا مفيد لي مثلا نوكتانن الشاي الاخضر مومي توسمنيدا الشاي الاخضر جيد او مفيد للجسم. القاعدة التالية قواعد هذا النص طويلة قليلا. القاعدة التالية كريسو لذلك تونن ويجوجينمنيدا كريسو ميون امشيغل مموكسمنيدا انا اجنبي لذلك لا استطيع ان اكل طعاما حارا. هذه عكس الجملة السابقة. الكلمة التالية 그리고 و 그는 자리에서 일어났습니다. 그리고 창문을 열었습니다. 그는 هو قام 자리에 일어나다 قام من مكانه و 그리고 و 창문을 열었습니다. فتح النافذة. والقاعدة التالية 그런데 ولكن هنا أيضا ولكن المعنى من كروندي المعنى هو الجملة التالية يجب أن نفسر أو نشرح شيء جديد موضوع جديد معلومة جديدة. بيغا ماني أونيو المطر كثير كروندي ولكن وأوسان الأنغا جواستايو المطر كثير أو المطر يتساقط كثيرا ولكن لماذا لم تحضر الشمسية وأنغا جواستايو كاجو أودا أحضر.
هذا إذن بالنسبة للقواعد، قواعد هذا النص. بالانتقال إلى سؤال رقم 55 وشيب أوبان 55. رقم 55 يجب أن نختار الكلمة المناسبة التي ستدخل في كيوك، نضعها في كيوك. في قراءة جملة كيوك، الجملة السابقة لها 고추장을 놓지 않고 간장으로 만들기 때문입니다. لذلك نستخدم فقط صلصة الصويا، لذلك هو ليس حار. 그래서 매운 것을 못 먹는 아이들이나 외국인도 먹을 수 있습니다. لذلك يستطيع أن يأكله الأجانب أو الأطفال، لأنه ليس حار. التطبوكي ليس حار. إذن الإجابة صحيحة، تنضب واحد. 그래서 لذلك. ننتقل إلى 56 وشيب يوكبون 56. يجب أن نختار الإجابة المناسبة أو الصحيحة بالنسبة للنص. نقرأ الإجابات. الإجابات 떡볶이는 맛이 모두 같습니다. طعم التطبوكي كله نفس الشيء. هذه الجملة طبعا خطأ. الجملة الثانية 전통 떡볶이에는 소고기를 넣습니다. نضع لحم البقر في التطبوكي التقليدي. كما شاهدتم في الصورة قبل قليل، طبعا يوجد لحم البقر. إذن هذا هو الجواب الصحيح. 정답 2. E. 3. 정통 떡볶이는 맵지만 건강에 좋습니다. 정통 떡볶이는 맵지만 건강에 좋습니다. 떡볶이 التقليدي حار لكنه جيد للصحة. هذا منافي أو معاكس للنص، لأن النص كان يقول أن التطبوكي ليس حار التقليدي. إذن خطأ. 정통 떡볶이는 외국인이 먹기 어렵습니다. من الصعب على الأجنبي أن يتناول التطبوكي التقليدي. وهذه الإجابة أيضا خاطئة، لأن النص قال ممكن أن يتناول لأنه ليس حار. إذن الإجابة صحيحة، 정답 2. هذا كل شيء اليوم بالنسبة للقراءة وبالنسبة للاستماع. والآن سنلخص ماذا درسنا في هذا اليوم. أولا في الاستماع تكي الإجابة على المصطلح باستخدام المصطلحات بالشكل المناسب كالتالي. مثلا 처음 뵙겠습니다. الجواب 만나서 반갑습니다. ثانيا 맛있게 드세요. الجواب 잘 먹겠습니다. ثلاثة 죄송해요. أنا آسف. الإجابة 괜찮아요. لا مشكلة. 4. 여행 갑니다. سأذهب في رحلة. الإجابة 잘 다녀오세요. اذهب وارجع بالسلامة. أما عندما نطلب خدمة من شخص فيجب أن يقول مثلا 좀 아오 주시겠어요. 좀 도와주시겠어요. 창문을 열어주시겠어요. وعند عرض المساعدة يجب أن نقول 도와드릴까요. هل أقدم لك مساعدة؟ هذا كل شيء بالنسبة للاستماع. ننتقل إلى القراءة. بالنسبة للقراءة، أولا اختيار الجملة المناسبة حسب سياق النص. ثانيا نتعلم بعض المصطلحات مثل تيكتوب، هذا يقوم بشيء بشكل مباشر بنفسه. مونيل يولدا، يفتح أبوابه أو يعمل من ساعة إلى ساعة مثلا. بيولو أبتا، لا يوجد. والكلمة التالية دراسة أدوات، أو الموضوع التالي دراسة أدوات الربط بين الجمل ومعانيها، مثل 으면, 그래서, 그리고, 그런데, 하지만, والفرق بينها وبين استخدامها في كل جملة. ننتقل إلى الكلمات الرئيسية في القراءة اليوم. الكلمات المهمة والرئيسية في القراءة اليوم مثلا كلمة 친절하다، لطيف، شخص لطيف. 채소, خضار، الخضار التي تدخل في صناعة تطبوكي. 외국인, أجنبي. 만들다, يصنع أو يطبخ. 건강에 جوتا، مفيد للصحة، مفيد للصحة. واستخدمنا أيضا كلمات مثل تيونادا، ولد، وموريسك، لون الشعر، وموري مويان، هذا أيضا شكل الشعر. إذن هذا بالنسبة لكلمات القراءة، كل شيء بالنسبة لكلمات القراءة الرئيسية اليوم. وهذا كل شيء بالنسبة لمحاضرة اليوم. أتمنى لكم كل التوفيق وشكرا جزيلا.